إذن المنطقة تحبس أنفاسها بانتظار الرد الإيراني المرتقب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. السفارة الأمريكية في بيروت دعت رعاياها الراغبين بالمغادرة لحجز أي بطاقة سفر متاحة، فيما بريطانيا تطالب رعاياها في لبنان المغادرة فورا. على واقع أجواء الترقب، تعزز واشنطن وجودها العسكرية في المنطقة بنشر المزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة. فما طبيعة الرد الإيراني المحتمل على اغتيال هنية؟ وما الجبهات التي قد ينطلق منها تحرك طهران وحلفائها؟ ما طبيعة الدور الأمريكي هنا في دعم إسرائيل عسكريا؟ نبحث في هذا الأمر مع ضيفي. معي من واشنطن الآن السيد إيلي يوسف الكاتب الصحفي، وسينضم إلينا من طهران بعد قليل الدبلوماسي السابق عباس خاميار. أهلا وسهلا بك سيد إيلي يوسف. بداية، هل يتسق هذا التكدس العسكري الكبير للسفن والحاملات الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط التي ذهبت ربما للدفاع عن إسرائيل مع تهديد بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يحميه إذا ما استمر في سلوكه الحالي القيام باغتيالات دون التشاور مع واشنطن؟ شكرا على الاستضافة أستاذ يوسف. يعني أعتقد أن يعني هذا التركيز على الأقل من بعض وسائل الإعلام خاصة في منطقة الشرق الأوسط على نقطة الخلاف ما بين بايدن ونتنياهو، يعني باعتقادي يعني تثير يعني الضحك. لو كان الأمر صحيحا، لما يعني حشدت القوات الأمريكية بحسب بيان وزارة الدفاع الذي أذاعته بالأمس المتحدثة أو نائبة المتحدثة باسم البنتاغون التي أشارت إلى الأوامر التي أصدرها وزير الدفاع لويد أوستن بزيادة كل القدرات الأمريكية سواء كانت البحرية أو الجوية وبما فيها أيضا قوات برية؟ فيعني طبعا هذا الكلام لا يمت بصلة إلى الحديث بأن هناك اختلافات أو خلافات جدية بين إسرائيل والولايات المتحدة. قد يكون هناك بعض يعني الافتراقات حول طبيعة إدارة المعركة، لكن على المدى الاستراتيجي لا مجال للحديث عن خلافات أمريكية إسرائيلية، خاصة وأن الحرب المستمرة منذ 7 من أكتوبر حتى الآن تظهر بأن الالتزام الأمريكي لا يزال التزاما حادا والتزاما يعني ثابتا، وهي ليست المرة الأولى التي تحشد بها القوات الأمريكية هذا النوع من الحشد العسكري. هذا شهدناه بعد 11 يوما من انطلاق الحرب في غزة، وأيضا شهدناه في نيسان أو أبريل الماضي عندما وجهت الولايات المتحدة رسالة إلى من يهمه الأمر بأن الأمر ليس بهذه البساطة ولن يكون مزحا. الآن نحن أمام نفس السيناريو، هناك رسائل واضحة من قبل الأمريكيين بأن مسألة الهجوم على إسرائيل ليس بنزهة. طيب. مثل أي أيضا يعني اسمح لي سيد إيلي، وزير الوسط اليوم سنكمل في هذا الموضوع. هذا يعني تقول ما في خلاف بين نتنياهو وبين بايدن، وأنه هذا أنه هناك تغطية أمريكية لأنه أي هجوم هذه المرة لن يكون ولن يمر بسلام وليست مزحة مثل ما حدث في المرة الماضية من عملية تنسيق الرد. طيب، هنا أسأل ضيفي من طهران الدبلوماسي السابق عباس خاميار. سيد عباس، بداية يعني طهران ألزمت نفسها بموضوع الرد على إسرائيل وحددت أنه إسرائيل هي التي المسؤولة عن اغتيال هنية وأنه يجب أن يكون هناك رد عسكري. في المرة السابقة شفنا أنه كان في رد عسكري وصواريخ ومسيرات لكنها لم تؤثر على الأرض بشكل كبير. المرة هذه المرة أيضا أمريكا تذهب وتتوجه و تتحصن لهذا الموضوع. هل تعتقد بأن طهران متعجلة في أمرها كما يبدو من بيانات السفارات الأمريكية والبريطانية في لبنان؟
طهران أتصور تصرفها سيكون بعقلانية، يعني هي تدرك من ناحية تدرك الوضع الإقليمي الوضع العالمي، وهي في نفس الوقت يعني كانت كما كانت سابقا في الحملة أو في الرد الذي جاء على بعد يعني بعد قصف السفارة والقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. كانت احنا سميناها في تلك يعني الرد الأنيق، الحقيقة هي بنت وتحدثت واتصلت وعملت دبلوماسيا من خلال مجلس الأمن الدولي، من خلال دول الجوار، ووضعتهم أمام الأمر الواقع وأمام الجريمة التي ارتكبت خلافا لمنشور الأمم المتحدة وخلافا ل يعني القوانين الدولية. ومن ثم عندما لن تستجاب هذه دعوة الإدانة، قامت بمفردها بهذا العمل الذي يعتبر عملا كبيرا جدا وعملا تاريخيا. أتصور الآن في هذه المرحلة عندما تهتك السيادة الإيرانية وعندما يستهدف ضيف عزيز على إيران بهذه الطريقة، وعندما يعني نشاهد الضغوط الشعبية المطالبة برد عنيف، أتصور بأن الإيرانيين بعقلانية وبشفافية وبهدوء ولكن بذكاء سيقومون بهذا الرد، وهذا ما أعلنوه على لسان القيادات العليا وكل المؤسسات المعنية سواء الأمنية السياسية والعسكرية. ولذلك تصور الرد جاء يأتي بلا محالة ويأتي قاسيا وقويا وأكبر بكثير مما كان عليه. الأمريكيون والأسطول الأمريكي المتواجد في المنطقة وهذه يعني التصريحات الأمريكية لا تصور تخيف طهران، لأنها تعودت إيران على مدى العقود الأربعة والخمسة الماضية على هذه التهديدات. إيران تملك البنية الكافية والشعبية لمواجهة أي تهديد يعني تراه في المنطقة أو على مستوى. طيب أستاذ إلي يوسف، هنا سؤال، أنه ذكرت أنت أنه أمريكا ملتزمة بحماية إسرائيل، شاهدنا كيف كانت دافعت عنها في الضربة السابقة لإيران، هل هذا الموضوع ممكن أن يكون موضوع حرب إعلامية في التنافس الانتخابي في أمريكا، أم أنه هذا موقف ثابت من الإدارات الأمريكية تجاه إسرائيل؟ ونسأل عن الغطاء الأمريكي، يعني البعض يعني أنت حضرتك ذكرت أنه ما في خلاف بين نتنياهو والإدارة الأمريكية، وبالتالي هل نفهم أنه أمريكا هي التي تنفذ السياسة حاليا تجاه إيران بيد إسرائيلية؟ يعني طبعا إذا كنا نتحدث عن الموقف الأمريكي، هذا الموقف الأمريكي لا يعبر فقط عنه الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، هناك ثوابت في السياسة الأمريكية للأسف. يعني دعنا نتحدث بهذه التعبير، هذا انحياز من المؤسسة السياسية الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية لإسرائيل، وبالتالي مسألة الدفاع عنها هو جزء من الثوابت السياسية التي يعني تنفذها الولايات المتحدة في المنطقة. وبالتالي ما نشهده اليوم يعني سواء وصف بتصعيد إعلامي أو بغير تصعيد إعلامي، عندما يتحدث الوزير أوستن اليوم بأن لا يتوقع رغم كل هذه الحشود التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى المنطقة، ورغم كل التصريحات النارية التي تصدر سواء عن القيادات الإيرانية أو عن المسؤولين الإيرانيين أو الميليشيات التابعة لإيران، لا يعتقد أن الأمر قد يعني يتحول إلى تصعيد حقيقي أو توسيع للحرب. هذا يثبت بأن يعني هناك إدارة لهذه الحرب، والمشكلة أن إسرائيل على امتداد الأشهر العشرة وحتى الآن قد عززت من أوراقها في المنطقة. عندما قال نتنياهو بأن هذه الحرب هي حرب مفتوحة لتغيير وجه الشرق الأوسط
هذا الكلام إذا كان بإمكاننا أن نصرفه يعبر عن تآكل الدور الذي حاولت إيران على امتداد سنوات عدة أن تتنطح له في المنطقة، هذا الدور نشهد الآن كيف يجري تآكله سواء على مستواها المباشر أو على مستوى أدواتها. ولنكن أيضا واضحين، يعني من يريد، إذا لو كانت إيران قادرة أو لديها الإرادة إذا صح التعبير على أنها ستريد أو تريد مواجهة إسرائيل، لكان بإمكانها على امتداد الأشهر الماضية أن تقوم بهذا الرد. السؤال المطروح الآن، ما الذي تريده إيران في المنطقة؟ نعم. ما الذي تريده من إسرائيل؟ ما الذي تريده من الولايات المتحدة؟ ما الذي تريده من الدول التي تقول أنها سيطرت عليها منذ أكثر من عقدين من الزمن؟ طيب. وحتى الآن، فهذا السؤال الذي يريد أن مفهوم. يتنطح لهذا الدور عليه أن يترجم على الأقل الأقوال إلى أفعال. طيب. كل ما نراه حتى هذه اللحظة هو ضربات من قبل وكلائها، حتى لو قامت إيران اليوم بالرد كما ردت في أبريل الماضي، هذه الردود هي ردود لحفظ ماء الوجه لا أكثر ولا أقل. طيب سيد عباس خميار، في نقطة مهمة هنا في موضوع التحقيقات التي تجري واحتمال أنه في خرق أمني، سواء كان في قنبلة استهدفت هنية أو صاروخ، في النهاية هو خرق أمني خطير في طهران ومشكلة أساسية. برأيك هل سيؤدي هذا، قبل الحديث عن الرد وقبل الحديث عن الاستهداف، هل تعتقد أنه هذا يجب أن يغير في فلسفة الحديث الإيراني عن الدور الإيراني وعن المعركة مع إسرائيل، لأنه يبدو أن الخروقات والاستهدافات أصبحت كبيرة جدا، بشكل أنه موضوع إطلاق صواريخ من هنا ومسيرات من هنا هذا أصبح خلفنا، لا يعني لا يؤثر في المستوى الذي وصلت إليه إسرائيل في الاستهداف؟ لا، أنا ولن أريد أعطي ملاحظة لضيفك من واشنطن. تفضل. أنا أتصور يعني هو مع الأسف يضع مكان الظالم والمظلوم، يغير مكانهم. هناك انتهاك للسيادة الإيرانية، هناك اعتداء على الأمن الوطني الإيراني، هناك إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، هناك قتل، هناك ذبح، وهناك جهة آخر يعني استقبال لمجرم بهذه الطريقة عند أساس الأمريكيين وعند المسؤولين الأمريكيين. ومن حق إيران ومن حق الدول العربية والدول الإسلامية أن تدافع عن كرامتها، عن نفسها، وتدافع عن الشعب الفلسطيني، هذه حقيقة. النقطة الثانية بما يتعلق بالسؤال، أنا أتصور يعني إيران هي محددة من 15 دولة حدود، دول حدودية لها، وإيران واسعة وشاسعة، ومن الطبيعي هذه الاختراقات تحصل في كل مكان في كل الدول. التبادل الذي تم بين قبل يومين بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وكان بسبب هذه الاختراقات، حتى على مستوى الدول التي تعتبر نفسها القوة الأعظم والأكبر في العالم، هذه اختراقات طبيعية، ولكن هذا لا يعني يعني عدم البت في تعديل الأمور في الداخل وفي القوى الأمنية والعسكرية. لكن المهم، النقطة الأهم هو الرد. هذا الرد، هذه الأمور الهامشية، هذا لا يعني، لا يغير شيئا من القرار الإيراني للرد. هذا القرار متخذ على أعلى المستويات، وهذا القرار هو يأتي لا محالة، وهناك انتظار، وهناك الحقيقة حبس أنفاس لكي يتم هذا القرار. وهذا القرار أعلن بصراحة وبشفافية، وأعطيت الأوامر من قائد القوة العسكرية يعني بكل المجالات. هذا لا يغير شيء في الميدان. سيد خميار، بس اسمح لي يعني هنا هذا سيأتي، هذا سيأتي. وأنا هون سجلت عندي، يعني في طهران دائما نستمع إلى تسميات ملفتة وأنيقة، يعني بعد الصبر الاستراتيجي الآن نتحدث عن الرد الأنيق. يعني الآن طيب هذا الرد
هل يمكن أن يختلف عن ما جاء في أبريل الماضي؟ هذا ما نحاول أن نفهمه، لأنه ضيفنا يقول أنه الرد الذي حدث في نيسان أبريل الماضي هو مجرد حفاظ على ماء الوجه. هل نتحدث هنا عن شكل مختلف، عن أدوات مختلفة، عن مشاركين مختلفين؟ لأنه ما وصلنا أنه المرشد أمر بالرد المباشر من إيران، هذه يعني من إيران هذه المرة أيضا وليس عبر حلفائها. نعم الرد السابق كانت التكهنات تقول إيران ستستخدم أذنابها وإيران ستستخدم وكلائها، وكان الأمور في يعني إطار الحرب النفسية. إيران في ذلك الرد الحقيقة استخدمت يعني كان الرد مباشرة من أراضيها بيد إيرانيين وبتكنولوجيا إيرانية، ومن ثم يعني هي أعلنت قبل الرد بأنها سترد وأعلنت النتائج. والرد لم يكن لحفظ ماء الوجه، الرد كان عنيف بشكل بحيث الإسرائيليين لن يتجرؤوا أن يقوبوا برد آخر، لأنهم كانوا يتوقعون لو كان هناك رد إسرائيلي آخر لكانت. نعم أنا هذا ما أريد قوله، الإسرائيليون جاءوا لكي يبدلوا الميدان العسكري إلى ساحة المخابرات بسبب هذا الفشل. لكن أنا أتصور هذا الرد الذي سيأتي من طهران هو يكون ردا قاسيا وردا أكثر إناقة، وفي نفس الوقت أنا أتصور وهذه نقطة مهمة للغاية وهذا ما سمعناه هنا في طهران ومن خلال البيان الأخير للحرس الثورة سمعنا وقرأنا بأن هناك ستكون يعني ربما نستطيع طيب نستنتج بأن محور المقاومة سيقوم هو طيب. بمواكبة هذا الرد وستكون الردود متعددة وتكون مجتمع. تركيبية ومركبة. طيب سيد إلي يوسف، ما رأيك الآن يعني بعد الرد الإيراني الأخير إسرائيل أقرت بأنها يعني ليست ندا عسكريا، وبالتالي نقلت المعركة إلى ساحة الاستخبارات ويعني الدخول إلى الداخل عن طريق الوكلاء والعملاء من أجل تحقيق هذا الأمر، وأنه هذا الأمر حتى في أمريكا يعني في هناك من اخترق الأمن وحاول اغتيال دونالد ترامب. هل المشهد هو على هذه الشاكلة؟ هل تعتقد بأنه إسرائيل فعلا تشعر بالقلق من الرد الإيراني وأنها ممكن أن تتراجع ولن تستمر في عمليات الاغتيال التي تقوم بها حاليا؟ يعني دعني فقط يعني أشير إلى الملاحظة التي تتعلق بالضحية، ويعني من حاولت استبدل الضحية بالجلاد، هذا الكلام يعني لا أعتقد أنه صحيح. إذا يعني أولا كلنا نعلم أن الضحية الحقيقية هو الشعب الفلسطيني على امتداد 10 أشهر، ما الذي تقدم لهذا الشعب وما الذي قدمته إيران لهذا الشعب سوى الكلام؟ وبالتالي الحديث عن مسألة أنها هي الند لإسرائيل، لو كانت هي الند لإسرائيل وبالفعل هي قائدة هذا المحور محور المقاومة والممانعة لكانت يعني أنجدت هذا الشعب. كل ما شهدناه هو كلام بكلام، وكل ما شهدناه هو المزيد من التصفيات التي يتعرض لها. ليس يعني هذه مغالطة تاريخية عفوا يعني سامحني لو ليس فقط لماذا هي مغالطة سيد يعني معلش خلينا ناخذ جملة واحدة منه. مغالطة تاريخية لأنه نعم أرجوك يعني لأنه الأزمة الفلسطينية والقتل الفلسطينيين لن يبدأ من قبل 10 أشهر وإنما بدأ من قبل أكثر من 76 عاما. هذه السجون وهذه المجازر وهذا الاحتلال وهذا الاحتلال الذي واكبه العدو الصهيوني منذ عام 1948 لحد الآن. هذه السجون
طيب. السجون هذه القرارات عباس. أنت تحدثت وقلت أنه هذا الأمر الدولي. بدأ قبل 10 سنوات 10 أشهر. طيب مفهوم. دعنا نستمع سيد إلي يوسف يكمل فكرته هنا في هذا الموضوع، لأنه بيقول أنه أيضا طب ما الذي يعني قدمته طهران في السابق وفي 10 أشهر. أكمل سيد إلي يوسف فكرته. طبعا يعني أنا كنت أحاول أن أقول أن يعني هذا الادعاء الإيراني بمعزل عن مسألة يعني توجيه النقد، لا شك أن إسرائيل هي عدوة حقيقية للشعب الفلسطيني ولكل العالم العربي، لكن من قال أن مواجهة إسرائيل يعني لا يوجد لها سوى هذا الطريق الذي اختارته إيران، والتي من خلاله قامت بتمزيق مجتمعاتنا العربية أيضا تحت عنوان أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد إسرائيل، وفي المقابل الذي يدفع الثمن هم الشعوب العربية. ما الذي حصل هذا لم يكن اختيارا، لم يكن اختيارا إيرانيا، وإنما كان اختيارا فلسطينيا. الفلسطينيون إذا كان اختيارا فلسطينيا واجهوا القضية. طيب. واجهوا إيران إلى جانب يعني هذا الحل السياسي الفلسطيني. الحل السياسي الحل السياسي لن يجدي. سيد عباس، سيد عباس دافيد، شرم الشيخ، أوسلو. طيب. واحد، أوسلو اثنين، مدريد، كل هذه الحلول. سيد عباس أنت قاطعت أكثر من مرة. مفهوم أنت تقول أن الحل السياسي والدبلوماسي لا يجدي، بس خلي سيد إلي يكمل جملته وسنعود لنتحدث معك، بس رجاء بدون مقاطعة ممكن أن يعني نستمع لوجهة نظرك بعد. سيد إلي يعني كيف ممكن يعني بغير الطريقة الإيرانية تحقيق شيء برأيك يعني في هذه القضية؟ لأنه يعني الآن إيران دخلت في الموضوع لدرجة أنه أمن إيران بات مهددا، يعني إيران ذهبت لتدافع عن القضية الفلسطينية كما تقول، الآن الموضوع أصبح في أمن إيران نفسه. يعني طبعا يعني ببساطة هذا يعكس طبيعة اختلال ميزان القوى في المنطقة. يعني هذا الانحياز الأمريكي والغربي للدفاع عن إسرائيل هو الذي يعني أوجد هذه الهوة في ميزان القوى. لكن الرد الذي تقوم به إيران وكل مرة عبر استخدام أدواتها وميليشياتها لكي تبعد عن نفسها هذا الكأس الذي تعرف بأن لا تستطيع أن تتحمل كلفته. ودعني أدخل على النقطة أيضا التي أيضا سألت عنها حول هذا الاختراق الأمني الذي قامت ونجحت به إسرائيل. المسألة ليست أنها تقوم بنقل المعركة إلى الميدان الاستخباري، هذا الميدان الاستخباري منذ زمن طويل قامت به إسرائيل. نحن نتذكر عملية الاستيلاء على الملفات مشروعها النووي وتصفية قياداتها العلمية والكثير من مسؤوليها. هذا الأمر بات وراءنا. المشكلة أن إسرائيل اليوم تشعر يعني بفائض قوة لدرجة أنها باتت تتجرأ حتى على توجيه ضربات، إذا كانت طبعا هي المسؤولة عن هذا الهجوم، وأنا أعتقد هي المسؤولة عن مقتل إسماعيل هنية. لكن هذه المسؤولية هي أيضا تقع على عاتق إيران. طيب. الوضع الإيراني أظهر هشاشة لا مثيل لها، وهذا سببه أيضا سياسات النظام. طيب. التي أوصلت المجتمع الإيراني إلى حد بأن بإمكان الاستخبارات الإسرائيلية أن تشتري أي مسؤول وأي فرد من أجهزة الأمن الإيرانية لكي يكون مجندا في طيب. طيب سيد إلي اسمح لي بس هنا سيد إلي. طيب خلينا نسمع من سيد أستاذ عباس. أستاذ عباس الآن إلى أين يقود هذا الرد والرد المضاد، هذا الصبر الاستراتيجي؟ يعني إسرائيل تصعد من ضرباتها وإيران ترد، أين سيأخذنا هذا؟ يعني ألا تعتقد بأنه الموضوع خرج حتى عن يعني القضية؟ يعني الآن نحن لا نتحدث تقريبا عن غزة، لأنه إحنا عم نتكلم عن إيران وعن الاغتيال في حزب الله، وعن يعني هنا في تشتيت للانتباه، وهنا الموضوع بات أنه إيران كيف سترد، إسرائيل كيف ستصعد. ألا تعتقد بأنه طهران يعني مطالبة أيضا بأن تضع حد لهذه الدوامة هنا في المنطقة؟ إذا كانت الدبلوماسية لا تنتج سلاما، هذا رأي إيراني، لكن هناك عرب وآخرون وفلسطينيون حتى يرون أنه لا ممكن. ما رأيك؟ ألم يحن الوقت الآن لكسر هذه الدائرة والتفكير خارج الصندوق ربما؟
لا هذه الأمور لم تكن يعني لم تكن أمور إسرائيلية إيرانية، وإنما كل هذا يأتي في سياق الدفاع عن الشعب الفلسطيني. الإسرائيليون يجب أن يوقفوا هذه المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين، وهذا القتل العشوائي الذي ليس له نظير في التاريخ. يعني عندما تدخل المقاومة بأدبياتها أي بوحدة الساحات لكي تواجه هذا العدوان، هو من أجل ولها مطلب أساسي واحد، هو أوقف الحرب. وهذا مطلب جماهير، مطلب يعني حكومي إيراني. لماذا مطلب وقف الحرب جماهيري؟ يجب أن توقف هذه الحرب. الإبادة على غزة يجب أن توقف. وهذا كل ما يأتي في سياق الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهذا مطلب أساسي. ولكن مع الأسف يعني ضيفك يدافع عن إسرائيل بي 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 بنمط ناعم. الإسرائيليون ارتكبوا، هو لا يدافع عن الجانب الإسرائيلي، هو قال أنه إسرائيل عدو للشعب الفلسطيني. شو يعني سيد عباس لا تضع كلاما في كل فمه. وكل الأمور السياسية لكل الأمور السياسية عفوا يعني كل المسار السياسي والدبلوماسي مشى على مدى العقود الأربعة الماضية في إطار كامب ديفيد، في إطار أوسلو، في إطار مدريد، وفي هذا الكلام هذا. ولكن لن تجدي هذه في 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 مسار اسمه أوسلو. البعض قد يرى أنه مكن الفلسطينيين من إعلان سلطة، من العودة إلى حكم جزء من أراضيهم، وأنه كان ممكن أن يكمل لولا بعض يعني التوجهات لبعض الفصائل من حماس التي كانت تدعمها إيران. يعني أيضا هناك من يرى هذه وجهة النظر، يعني هناك من يرى أنه حتى السعودية كان ممكن أن تطبع مع إسرائيل مقابل إقامة دولة، لكن جاءت هجمات حماس وعرقلت هذا الموضوع. يعني هذا ليس كلاما مطلقا أنه الدبلوماسية والسلام فعلا، حتى لو كان ذلك ليس الأمر بيد إيران حتى تقرر. من أبو عمار هو الذي رفع راية السلام، وهو الذي فاوض، وهو الذي ذهب إلى الأمم المتحدة ورفع غصن الزيتون لاتخاذ المسار السياسي. حتى أبو عمار استشهد في 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 المستشفى الذي يجب أن يكون آمنا في قلب أوروبا وفي باريس، بسبب وهو لم يم أساسا هو كان يسير في اتجاه الحل السلمي. حماس هي قوة شعبية فلسطينية لها شعبية كبيرة، وهذا ما نشاهده في كل الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في غزة. هذا لم يكن حزبا منعزلا عن هذا، عن شعبه وعن وطنه، ولذلك هذه قضية فلسطينية. أوقف الحرب في غزة. طيب استاذ عباس، يعني استاذ عباس ارفعوا دعمكم عن هذا الاجرام، الامور تنتهي. طيب سيد عباس، يعني تحدثت يعني على راحتك. سيد إلي، ما رايك؟ هل فعلا المقاومه هي الحل، وانه يعني مسار السلام لا يمكن ان ياتي بنتيجه، وبالتالي هذه الدائرة من العنف ستستمر حتى تخضع إسرائيل للإرادة الدولية والمطالب الفلسطينية والإيرانية أيضا؟ دعني فقط أشير إلى مسألة المسار السياسي والسلمي الذي اختطته القيادة الفلسطينية خلال قيادة ياسر عرفات. من أجهض هذه المبادرة السلمية طرفين، إسرائيل وجزء أساسي من هذا الموضوع تتحمل أيضا مسؤوليته إيران. دعنا نتذكر أيضا أن إيران وإسرائيل متفقتان على رفض حل الدولتين، وبالتالي هم متساويتان في العداء للفلسطينيين. بهذا الوضوح، من يريد أن يدعم الفلسطينيين على الأقل لماذا تطالب إيران الآن بوقف الحرب؟ إذا كان الهدف هو تحرير فلسطين، لماذا تطالب بوقف الحرب؟ لتفتح الجبهات. طيب. ما الذي يمنع إيران أن تفتح الجبهات؟
هي تتحمل مسؤولية كما تتحمل إسرائيل مسؤولية الدماء الفلسطينية. ويعني طبعا الكلام أنني أدافع عن إسرائيل هذا كلام يعني ممجوج، هذا كلام شكرا. لا علاقة شكرا. له لا بالتاريخ ولا بالواقع. مفهوم معروف. أشكركم شكرا جزيلا ضيفاي في هذا الحوار من واشنطن الكاتب الصحفي إلي يوسف، والشكر أيضا لضيفي من طهران دبلوماسي السابق عباس خاميار.